شادينا نرجع للنبي مرة تانية عشان تقول لنا بقى أهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل المسلسلات في رمضان. ضي لم شكرا لكي جمانة. مشاهدينا أهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. نبدأ نشرتنا الفنية مع نجمة منى زكي اللي بتصور في الوقت الحالي مجموعة من المشاهد الأخيرة في مسلسل تحت الوصاية في مدينة اسكندرية، وأصبح باقي لكل فريق العمل أسبوع واحد بس وينتهي التصوير علشان يكون العمل جاهز للعرض من يوم 16 رمضان. الفنان أحمد العوضي قال إنه سعيد جداً بردود فعل الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني ضرب نار، والعوضي قال إن العمل هيشهد قفزة كبيرة مليانة بالمشاهد والأحداث المهمة خلال الحلقات اللي جاية، وخصوصاً إن المشاهد هتكون ضرب نار. المؤلف محمد هشام عبية المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام قال إنه سعيد جدا بردود الفعل حول الحلقات الأولى من العمل، وأكد إن كتابة المسلسل مر بمراحل كتير من المراجع الدينية والفقهية من الأزهر، وخصوصا إن الحلقات بيتكتب فيها أحداث تاريخية ودينية، وبعد الاتفاق عليها مع المخرج بيتم إرسالها لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف علشان تتراجع ويتم التوافق عليها بشكل كامل. من ناحية تانية الدكتور جمال شقرة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية اتكلم عن رأيه في الحلقات الأولى المذاعة من مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، وقال شقرة إن ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية جدا، ولازم نشجع على عودة الأعمال دي اللي بتستمد قوامها من التاريخ والتراث سواء كان الحديث أو المعاصر. النجم الكبير ياسر جلال أكد لجمهوره إنهم هيشوفوا وجبة تشويقية خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة، ووصف الفنان ياسر جلال المسلسل بأنه متعوب فيه لأن السيناريو متماسك والإخراج والتصوير متميزين، ده غير إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم السنة دي وجبة درامية متميزة بتضم جميع الألوان اللي بيحبها الجمهور في مصر والوطن العربي. الفنانة مي عمر أكدت إن تعاونها مع الفنان ياسر جلال مثمر جدا، وقالت إن الفنان ياسر جلال من الأشخاص المقربين ليها على المستوى الشخصي والمهني لأنه فنان عنده إمكانيات كبيرة، وكانت تجربتها الأولى معاه في رمضان 2020 في مسلسل الفتوة، وفي مسلسل علاقة مشروعة استمتعت بالمشاهد اللي جمعتها بالفنان ياسر جلال خلال الأحداث لأنه فنان متواضع جدا لدرجة كبيرة وبيتعامل بحب داخل اللوكيشن سواء مع العاملين خلف الكاميرا أو زمايله من الفنانين. الفنان حسام داغر قال إن دور صلاح اللي بيجسده في مسلسل حضرة العمدة له بعد إنساني واضح بيتمثل في احتفاظه ببذرة الخير رغم نشأته وسط أجواء بتدعم الشر. الفنان أحمد رزق اتكلم كمان عن مسلسله أو دوره في مسلسل حضرة العمدة اللي مشارك فيه في موسم دراما رمضان، وقال إن المسلسل ثري جدا وبيناقش مجموعة قضايا اجتماعية متعلقة بشريحة عريضة من المجتمع وبيتقدم من خلال توعية لجميع الفئات العمرية في أكتر من مجال. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لجمانة مصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.